اوريدي انا عملت ادوار كتير تراجيدي، يعني في دور بين السماء والارض ده كان تراجيدي، في فاتن امل حربي ده كان تراجيدي، السنه اللي فاتت كان سر الهي مع روجينا. اول فيلم عملته في حياتي اول فيلم فعلا رهيبة كانت تراجيدي. فاوريدي في افلام انا عملتها تراجيدي، بس انا بحب الكوميدي لان انا بحس ان الكوميدي بيتي، يعني ما بحبش ابعد عنه كتير، وبحب ان انا مثلا لما اظهر على الشاشه انت تضحك ما تعيطش، او اللي هو ايه داخل مهموم من الشغل وبتاع وكده وبتاع، فشفت لي حاجه ولو 10 دقايق انت النوت بتاعك اتغير، ما بحبش اركز عليك يعني بدل ما انكد عليك. طبعا الشغل مع نجم كبير زي انريكي مفيد جدا طبعا بالنسبه لي، استفدت بالتجربه، استفدت طبعا بطريقه تانية جديده غير الممثلين اللي انا اشتغلت معاهم سواء من الوطن العربي في السعوديه او في اي دوله تانيه او زي مصر مثلا. طبعا هو على درجه عاليه من الاحترافيه ودي حاجه جميله جدا، يعني بسطاني طبعا، انبسطت طبعا بالشغل معاه، زي ما قلت في الاول خالص حصل ما بيننا وبينه زي كيمياء كده في الشغل، فده حتى نورني حاجه زي ما قال معتز كده ان حاجز اللغه ما بيعتبرش حاجز خالص، والفن عموما بيألف الشعوب وبيألف الثقافات، وده حاجه جميله جدا ان الثقافه الاسبانيه تبقى في مزج ما بينها وبين الثقافه المصريه في عمل فني، والبدايه فيلم سينمائي ممكن يتطرق لاي حاجه ثانيه بعد كده، سواء ممثلين اسباني يجوا يمثلوا عندنا، سواء ممثلين مصريين يطلعوا يمثلوا بره في افلام اسباني او مسلسلات اسباني. ده كان عندنا وجود من فتره طويله زي عمر الشريف، زي ان في افلام مثل فيها شوقي سرحان ومثل فيها احمد مظهر ومثل فيها رشدي اباظه، احنا ممكن ما تكونش اتعرضت عندنا ولكن ممكن تكون اتعرضت بره، زي الافلام اللي برضه عملها فريد شوقي في تركيا الفتره اللي كانت موجوده في تركيا، عمل افلام كتيره جدا بطولته، كان حاجز اللغه بالنسبه لهم مش موجود، فده في حد ذاته حاجه جميله جدا، استفاده ليا كبيره، استفاده للشركه المنتجه، واعتقد ان هو كمان برضو يعني اتاح له ان هو يشوف نماذج مختلفه من الممثلين في العالم كله زي الممثلين المصريين عموما، وافتكر هو مبسوط بالتجربه ان هو مثل معانا في فيلم زي دوت. طبعا المشاهد مش طول الفيلم بس في حد ذاته التعاون ما بيننا وبين بعض اسمر عن حاجات جميله جدا سواء فنيا انسانيا او